نختم من وهران الباهية التي تحتفي على طريقتها المميزة بعيد الثورة التحريرية المجيدة، لنتابع. هذه المجسمات ترمز إلى كل المقاومات الشعبية التي قام بها أبطال الجزائر على مختلف المراحل منذ سنة 1830 إلى غاية انطلاق الثورة التحريرية. كنا من ميلاد الوهران باش نشوفوا الاستعراض هذا والمهرجان هايل عمري ما شفته. باش نفهموا ولادنا صادير نوصلوا لهم الرساله اللي خلوها لنا الشهداء الله يرحمهم. الله يرحم جبانا. الله يرحم الشهداء.